رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. إلى هذه أول مرة تزوروا القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة مع الضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. لأن اليوم جبت لكم خلطة رائعة جدا لتعطير المنزل. الخلطة هذه بمواد طبيعية 100%، يعني بالأعشاب وبمكونات بسيطة متوجدة عند العشاب. إذا أنا راح نعطي لكم هاد الخلطة، ويعني وين ما لقيتوش المكونات هادية يعني تقدروا نبدلوها بمكونات أخرى. أولا هنا عندي ملعقتين تاع الخزامة، عندي هنايا ثلاث أو زوج ولا ثلاثة تاع قشور تاع الليمون، ولا ما عندكمش ليمون تقدروا ديروا البرتقال. هنا كما راكم تلاحظوا يعني نجفوه في الفرن يعني حتى يولي جاف تماما. وهنا عندي الورد، هنا عندي الورد ثاني جففته وريحته كامل هكذا، يعني كسرته كامل باليد. هنا عندي حجرة صغيرة هكذا تاع المسك، يكون يعني حجرة يعني ما يكونش ليكيد. إذن هاد المكونات هذولا راكم تشوفوهم هنايا، هنايا راني درتهم كامل كيما راكم تلاحظوا تما، جففتهم كامل طحنتهم وخلطتهم هنا كيما راكم تلاحظوا. يعني فقط تقدروا تزيدوا كذلك اللي ما عندهاش يعني الورد، ما قدرش تتحصل على الورد، تقدر تستخدم في مكانه اوراق تاع النعناع اليابس، ولا تقدر دير اوراق تاع الفليو. اذا كيما قلت لكم هنا جففت الليمون وطحنته كامل هنا كيما راكم تلاحظوا، ضفت لهم فقط هنايا يعني حبيبات تاع البسباس، يعني بسباس يكون حب. هنا كيما راكم تلاحظوا جففته كامل وطحنته، يعني ما يعني دقدقته، ماشي يعني طحنته مليح، يعني كسرته كامل. وهذه يعني نديروها نبشروها، يعني تبشروها مليح، يعني ترحيوها وتضيفوا له لهذا الخلط. يعني ديجا هذه عندها واحد الرائحه ما شاء الله، تبع عند العطار قولوا له اعطينا المسك، المسك يعني حجره. هنا يعني وريت لكم انه انا خدمته، هنا حبيت يعني باش نختصر ونوري لكم الطريقه فقط، يعني كيفاش درت. انا قلت لكم يعني هادو ما كامل كسرت جففتهم وكسرتهم كامل يعني غير بشويه. هنا الان راح نوري لكم البخاره اللي شرتها لي اختي، جا يعني راح دارت عمره وجابت لي هدايا، لكن هنا الهدية هذه حبيت نوريها لكم اللي تحقق تاني منها. هذه بخارة هكذا، البخارة هذه تمشي بالكهرباء كما راكم تلاحظوا، لكن انا راح نعطي لكم نصيحة باش البخارة هذه يعني ما تخسر لكمش هنايا. لكن ما راكم تلاحظوا هنا يعني نحطو هنا كي تبدا تسخن يعني هدايا يعاود يولي كامل، يعني مع الوقت يولي يكحل. باش ما يكحل لكمش راح نعطي لكم تدبيرة رائعة، بقاو معايا. لان كما راكم تلاحظوا هنا نجيب قطعة تاع ورق الألمنيوم ونفرشو هنايا في السطح تاع البخارة، يعني باش يجيكم يعني سوا سوا، يعني تقدروا تنقصوا له هكذا وتحطوها
هنايا. من بعد يعني تحطوا عليها المحتوى يعني تاع البخور. يعني البخور احنا كاين بزاف اللي يقولوا باللي البخور يعني المجتمع الجزائري البخور عندنا حاجة شغل عيانة، لكن هذه هي البخور الخاص بي يعني تعطير المنزل كما يديروا أشقائنا المغاربة وكذلك الخليجيين. دائما يعني المنزل يبقى عنده رائحة طيبة، ويعني بدون يعني ما تجيبوا هذاك البخاخ، لأنه البخاخ هذاك يعني كاين بزاف اللي عنده حساسية من هذيك الرائحة، ولا حتى يعني هذيك المواد كامل يعني صناعية كيميائية، لكن هذه طبيعية 100%. يعني كما راكم تلاحظوا هنا كي نبرونشيو له لابريز يبدا يعني تطلع هذيك الحرارة، والبخور تاعنا يبدا يتحرك، يعني هذه المكونة تاع الأعشاب تبدا تطلع الرائحة تاعو وتمد رائحة رائعة يعني زكية، وتخلي المنزل دائما عنده رائحة مميزة. إذا إذا عجبتكم هذه الوصفة وعجبتكم هذه التدبيرة، ما عليكم غير ديروا جمل فيديو، بارتاجيو الفيديو بالك يستفادوا معكم الأصدقاء تاعكم. حنتلاقاو في تدبيرة أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.